شو دابا مباشرة غنمشيو ناخدو معنا أستاذ محمد أحلامي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي. تحية لك أختي سكينة، وتحية لفريق العمل، وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. الله يطول عمرك. إذا أستاذ، كثير من الناس للأسف كيعانيو من المشكل ديال الكرينيوطاج، أولا كيبقاو كما كنقولوا ياكلوا ما بين الوجبات، شي مرات شي حوايج اللي ما نافعينش وبزاف، وتتعطي مشاكل كثيرة على مستوى الذات. إذا هذا عدم الانتظام في الأكل والأكل بين الوجبات أو الغينيوطاج ولا القيم كيف ما كنقولوا، بكري الأمهات كانوا كيما كنقولوا كيشويو وليداتهم على القيم، فاش كتجي كتبغي تنقب مثلا ولا تلقم شي حاجة في الكوزينة كتلقى ماما كتضربك على يديك كتقول لك ما تعلمش هذه القاعدة، القاعدة خايبة. فبالتالي هذه المسألة هذه اليوم كتأثر على الناس، على المستوى ديال السمنة، على المستوى ديال الراحة ديال المعدة ديال الجسم، ولكن إلى أي مدى ممكن تأثر على الجهاز الهرموني ديال الإنسان؟ نعم نعم، فعلا جسم الإنسان والصحة، إلا بغينا نقول الحياة الصحية ديال الإنسان، هي حياة اللي أكيد عندها علاقة بكل أعضاء الجسم، وعندها علاقة بالجانب الهرموني، وعندها علاقة باش المستمعين يعرفوا بكل صغيرة وكبيرة يقوم بها الإنسان. أي حاجة درتي في الحياة ديالك، سواء تفكير، سواء كليتي، سواء لنا أكين الغذاء أو كين الأكل، الأكل هو اللي كناكله في المعدة ديالنا، الغذاء راكين غذاء الروح، غذاء العاطفة، غذاء الجسد، غذاء يعني العقل. وبالتالي أي حاجة أنت دابا كإنسان اللي كتسمعنا، أي حاجة درتيها إلا وتؤثر إما إيجابا أو سلبا على الصحة ديالك، هذه كتسمى الحياة الصحية. الجسم ديالنا يحب النظام، كيبغي النظام، والنظام يسهل حياة الإنسان، ماشي غير في التغذية، في كل شيء. غير هو ذاك النظام، إلى يعني صح التعبير، ذاك النظام المنظم، حيث كاين بعض أنواع اللي يطلق عليه النظام بعيد كل البعد. نشوفوا بعض الأمثلة، اللي واحد بعض الناس كيقول لك أنا ولفت ناكل مع الوحدة ونص، مش هاد المسألة ديال ناكل مع واحد الساعة محددة، هاد المسألة هادية ما عندهاش علاقة بالجهاز الهرموني، لأن يعني الجهاز الهرموني ديالنا يتغير كل يوم حسب الأيام ديالك. علاش واحد النهار كتلقى عندك المزاج مزيان، واحد النهار كتلقى عندك المزاج ما مزيانش، واحد النهار كتبغي كتشهى هادي، واحد النهار كتشهى هادي، وبالتالي ما كاينش نهار كيشبه الخوه. ولكن الحياة الصحية ديالنا مزيان يكون فيها نظام، ماشي عشوائية في الأكل. الأكل بالنسبة للجسم شيء جميل، ممتع، رائع، لكن كل ما هو جميل إلا ومحفوف بالمخاطر. هذه قاعدة في الحياة عندنا، أي حاجة جميلة إلا ومحفوفة بالمخاطر. وبالتالي وجب أننا يكون عندنا واحد نظام فداك الشيء اللي مثلا أنا مثلا كنبغي مثلا ندير شي حاجة كتعجبني، شي مثلا ندير رياضة، ولا إلا كثرت من الرياضة مشكل، ولكن خصني ندير رياضة. كان بغينا أكل مثلا كيعجبني الأكل مزيان، ولكن إلا كترت من الأكل وعرفت وما عرفتش فوقاش ناكل وكيفاش ناكل وعلاش ناكل وفين ناكل، كيوقع مشكل. وبالتالي النظام مطلوب، العشوائية منبودة، والأكل بالنسبة للجسم شيء جميل. هادشي اللي بغيت أنا نعطي الناس اليوم في بداية الحلقة، أن الأكل شيء جميل للجسم، وبالعكس هادشي اللي كنهضروا عليه هنا باش نحافظوا على ذاك الجمالية وذاك المعزة ديال الأكل. يعني احنا المغاربة كنعرفوا الحاجة كتكون عزيزة مي ما كنديروهاش، ونعودوها ونعودوها ونعودوها، الحاجة مي كتبقى ديرها وتعودها وتعودها كيكون فيها مشكل. احنا مي كنبغيو ناكلو عندنا جهاز هرموني، وانا غنهضر على هذا الكرينيوطاج علاقته بالجهاز الهرموني. انت مي كتبغي تاكل كما مي كتشبع، كاينه تراكيز ديال الاجهزه ديال الهرمونات اللي كتغير، منها الجريلين، منها الليبتين، منها الهيستامين،
من هالبيبتيد إيغريك إيغريك، هادو ما راهما اللي كي يعطيوك الجوع، يعطيوك الشبع، تشهى الحوت، تشهى الحمى مزيانة، تشهى مثلا أي حاجة، تشهى الكرعين، هادشي كامل. هذا شكون اللي كيعطيك هادوك؟ راه حاجيات. يعني الجسم ديالنا مثلا مي كيتشهى المزاح راه عارف هو شنو باغي، وعارف المزاح شنو فيه. وهاد المسألة هادي الناس كيستصغروها، اي كتلقى مثلا واحد كيتسهل المزاح، عارف هو شنو باغي وعارف المزاح شنو فيه. الجسم عارف المزاح شنو فيه اكثر من العقل، اكثر من حنايا، واخا. فاللي كيوقع هو ان الانسان اليوم في هذا العصر الحديث، في هذا العصر هدايا، دائما عنده في السياره، عنده في البيرو، عنده في المنزل حلويات، بلاصه القهوه كاينه في السياره، بلاصه القهوه كاينه. فانا ماشي ضد القهوه، ولكن استسمح، كل حاجه عنده وقتها، كل حاجة عندها الحرمة ديالها، كل حاجة عندها الطريقة ديالها. واش انا عندي قهوة عامرة بالمحلي محطوطة في السيارة ديها معايا للبيرو، حطها معايا في الدار ونهار كامل هنا كنشرب فيها؟ هذا لا يعقل. وقت القهوة شراب القهوة. ولكن بالمناسبة مسألة القهوة، باش ما تدخلوش في إدمان القهوة، أي واحد كيشرب القهوة، شرب القهوة مع راسك بيان سور بدون محلي، هذه هي القهوة الحقيقية. لكن حاول أسبوع كامل ما تشربش القهوة، اختر الأسبوع اللي بغيت. هذه فقط طريقة نبغي نعطيها للناس باش ما يدخلوش في الإدمان على القهوة، لأن القهوة كتمشي المستقبلات ديال الأدينوزين. احنا نهار كامل الإنسان كيراكم مادة الأدينوزين، هذا الأدينوزين هي اللي كتخليك تنعس في الليل. اللي كيوقع هو أنك مين كتشرب القهوة، والقهوة الناس كلشي كيهضر على الكافيين، المشكل ماشي في الكافيين في القهوة، المشكل في الكاويول والكافيستول، هادشي ما كنسمعوش. هادو هما المشكل، والمشكل في المحلي، في الساكاروز. راه كاين اللي تحيد، الا بغيتي القهوه نعم شرب القهوه، ولكن خذ قهوه بوحدها، ما تزيد لها حتى حاجه، ما تزيد لها سائل ابيض ولا محلي. داك الساعه وي غتكون غنقول راه كتشرب القهوه. ودايوغ القهوه ديال العظم ديال التمر في المغرب عندها من 10 وجدودنا داروها، هذه شحال، والمذاق ديالها روعه. كنزيدوا معها القرفه، نزيدوا معها السكينجبير، نزيدوا معها الابزار، نزيدوا معها يعني كل واحد وشنو كيزيد. ما هاد القهوه هادي كيبقى النهار كامل الانسان كيشربها. وباش ماشي كيشرب قهوه بمحلي، كيشرب محلي بالقهوه، وكيبقى النهار كامل. نقول لكم شنو كيوقع في هاد المساله هادي، واخا. فالمعده ديالنا كتبغي ادب في الاكل، وكتبغي تمشي معها بالنظام في الاكل، وتعطيها واحد الدوسي وخليها تخدم عليه. ما فطرتي انت، الا فطرتي عطيتيها دوسي ديال الفطور، بيض بلدي، زويته بلديه، سمان، خبز، أتاي، صافي، خلي لها الدوسي، خلي لها تخدم عليه. المعدة ديالنا والجهاز الهضمي ديالنا بحال شي واحد عطيتيه الدوسي الأول وباقي ما خدمو، زيدو الدوسي الثاني وباقي ما خدمو، زيدو الدوسي. راه هادشي اللي كيبقاو يديرو الناس. افطر في الصباح، خذ القهوة ديالي مع 9، قهوة مع 10، قهوة مع 11، سيجارة مع 12، زيد معاها قهوة النهار كامل. ومي كنقول الأكل، كنقصد أي حاجة كتدخل للفم من غير الماء. من غير الماء، وكنقصد ماشي العصير، الماء. لان العصير، لان الماء احنا عندنا في علم التغذيه كيتسمى ايزوتونيك، ما غياثرش على الجهاز الهرموني بنسبه كبيره. مي عصير كيف ما كان، واخا عصرتيه بيدك، واخا انا كنهضر على الاكل بين وجبات، كنهضر على الغذاء الجيد. اما الغذاء الغير جيد راه ما خصك تاخذه لا بين الوجبات ولا في الوجبات ولا خارج الوجبات. كنهضر هذا راه الغذاء الجيد. الغذاء الجيد الجسم عنده ملفات هرمونيه يتعامل معها. فطرتي صافي، غير من موراها نشرب ما نقدر موراها، ماشي فطرت انا ومن موراها نكون غادي نهز شي حاجه ناخذها غادي في الطريق، حلويات في السيارات. كتلقى ناس دابا عنده حانوت في السياره، علاش؟ لأنها كيهبط له السكر، لا غادي. هذه ليست بحياة صحية، وهذه ليست بتغذية. فأنت لما تتفطر أعطيتي الجهاز الهرموني ديالك ملفات للمعالجة، واش عرفتي شنو هي الهضم ديال البيض البلدي؟ ماشي سهل. واش عرفتي شنو هي الهضم ديال السمن؟ ماشي سهل. أعطيتيه فطور، سد الملف، خليه يشتغل واحد ساعتين ثلاثه السوايع، ديك الساعات تفكروا. فهذه كتسمى لو غرينيوطاج. لو غرينيوطاج هو الاكل في اي وقت بين الوجبات. وحنا يعني المستعمر هو اللي جاب لنا هذه العاده هذه، في حين ان العديد من الدول الاوروبيه دابا لو غرينيوطاج منبوذ،
الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن البردة، قيل ما البردة يا رسول الله؟ قال إدخال الطعام على الطعام، باش يعرفوا الناس راه في الحديث النبوي راه راه سابق كل العلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن البردة، قيل ما البردة يا رسول الله؟ قال إدخال الطعام على الطعام. وأنا غنعطيها بواحد المثال حي باش يعرفوا الناس الهضم كيفاش. تصور أنت يا تصور أنت يعني كطيب اللوبيا، رديتي اللوبيا طيب، خليتيها طيب واحد 40 دقيقة، وشديتي واحد جوج حبات وحليتي داك داك الطنجرة اللي كطيب فيها ورميتيهم، سي نورمال ما غيطيبوش. علاش؟ لأن بدا الطياب ديال هذيك اللوبيا في الأول وزدتي واحد الحبيبات في الأخر. هذه هي هو نظامنا الغذائي. أنت كتاكل في الصباح ومن موراها كتزيد تقول أرى ناخذ واحد، ولو يكون اللوز، ولو أنا كنهضر على اللوز القرقاع على الحاجة الزوينة، أما الحاجة اللي ما زويناش هذه لا نقاش فيها ولا راه ما كنحطوهاش كاع فوق الطبلة، واخا. فالغذاء كيبغي عنده مرحلة الهضم ومرحلة الهدم ومرحلة الامتصاص. الجسم ما كيبغيش داك البيرتورباسيون، ما كيبغيش أنك ديرونجيه بشي حاجة أخرى جديدة وتعاطيه دوسي كيخدم عليه، واخا. نجيو للجانب الهرموني. الناس اللي كيفطر موراها كيشرب، انا اتحدث كثيرا عن القهوه، تحدث كثيرا عن بعض الناس كيصحابهم القهوه راه كتحلوا من المشاكل الاجتماعيه، راه كتزيدكم الطين بله. لان يعني الادينوزين اللي هضرنا عليه الجسم كيعيق بواحد المساله، كيولي من بعد 21 يوم كيزيد في المستقبل هذا الادينوزين، كيولي كنتي كتشرب كاس خصك تشرب اربعه الكيسان باش تقدر دير لك هذاك ليفي، ومن بعد اربعه كيوليو 8 وتا كتدخل في الادمان. اي واحد باش تعرف راسك انت غير مدمن على القهوه وما تدخلش في الادمان، قطعوها سيمانه كيعاودوا المستقبلات ديال الادينوزين كيتقادوا وكيتصاوبوا بلاصتهم. هذا الكرينيوطاج وهذا الاكل بين الوجبات وبدون وقت وبدون، كتلقى الناس كياكلوا واقفين. واش هل يعقل اليوم تاكل واقف؟ واش عرفتوا شنو هو الاكل وانت واقف؟ الاكل في وضعيه الوقوف من أسوأ ما فعل الانسان والكائن البشري، هو الاكل واقف. بعد نديروا له حلقه خاصه الاكل، الانسان كي ياكل هو واقف. راه ملي كتكون واقف راه اكثر من 500 عضله كتكون شاده لك التوازن ديالك، الدوره الدمويه غاديه مركزه مع دوك العضلات، ولا الشرب ماشي غير. فلما انت كتاخذ هذا الاكل بهذه الطريقه وهذا الكرينيوطاج وهذا الاكل بالوجبات، اول ما يتضرر الجهاز الهضمي من موراه الجوده ديال الشهيه ديالك. حنا اليوم ما كنعيشوش الجوده ديال الجوع، نشرح هذه النقطه هذه. كاين الانسان دخل الغدا هو كلا واحد الحلوى ساعه قبل، ما كيبقى يعني مبعثر عنده ذاك الميول، واش ناكل واش ما ناكلش، مقهوم شبعان، واش نقدر ناكل واش ما نقدر ما ناكلش، وهادي. وفي الاخر كيشوف الناس جلسوا وكيجلس ياكل. هاد افساد الجوده ديال الشهيه وديال الجوع مهمه جدا في الامتصاص وفي التلذذ ديال الاكل والمتعه ديال الاكل. نعطي مثال، بعض المرات كيجي الغداء كتلقاك، حنا المغاربه كنقولوا واحد المصطلح كيقول لك في الموت ديال الجوع. هذه زوينه علاش؟ لأن يعني كيكون عندك الجودة ديال الجوع غتمتع بالأكل أكثر. هاد الكرينيوطاج يفسد علينا هاد الجودة ديال الأكل والجودة ديال الشهية ديال الأكل، واخا، لأن عنده علاقة بالنظام الهرموني. نزيد واحد المسألة، أخطر مسألة واللي شيرتي لها أختي سكينة في بداية الحلقة، هي المسألة ديال زيادة الوزن. وهاد حنا خصنا نعرفوا باللي، وهاد المسألة كنقولها أنا للطلبة دائما، روجونا ان الانسولين كيتفاعل عام ما هو حلو، وهذا خطا. الانسولين كيطلع حتى مع البروتينات، وكيطلع شي شويه حتى مع الدهنيات، باش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه، واخا. فهذا الشيء علاش بالنسبه لنا حنا اسوء حاجه في هذا الكرينيوطاج والاكل بين الوجبات هو ارتفاع الانسولين. انت مثلا فطرتي مشيتي للخدمه، غادي في الطريق كتاخذ قهوه، اول حاجه خطر عليك سورتو الا كان الانسان في السياقه وفادي ولا تاتشي كتبان عندنا عاديه، ما هو ماشي عادي اكيد. انت غادي كتسوق وكتشرب قهوه، واش هذا يعقل؟ هذه الاولى. ثاني حاجه انا قلتها، ان القهوه مي كتشربها، كاين اللي كيشرب القهوه بلا محلي، وكاين اللي كيشرب القهوه بالمحلي، وكاين اللي كيشرب المحلي بالقهوه. و90% ديال الناس اللي كيشربوا القهوه على داك المحلي. علاش؟ لأن هذاك المحلي سيرتو الناس المدخنين
هذاك المحلي فيه الساكاروز، والساكاروز مع النيكوتين كيطلع الدوبامين 10 المرات اكثر. يعني تمي كتاخذ سيجاره وتاخذ قهوه، اذاك القهوه الى زدتي لها المحلي الدوبامين كيطلع لك 10 المرات اكثر من وهذا خطر عليك، لان النيكوتين مع الدوبامين مع الكاويول مع الكافيستول مع الكافيين هذه كارثه صحيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فكيبقى الانسان كيشرب بين الوجبات، تقدر تشرب الماء، تقدر جيتي مثلا تشرب شاي بدون محلي، واخا لان شحال من واحد دابا ملي كنقولوا هذا بدون محلي، حنا باش تعرف راسك واش كتشرب الحلاوه ولا كتشرب اتاي، واش كتشرب الحلاوه، واش كتشرب داك القهوه على القهوه ديالها وعلى المذاق ديالها والرائحه ديالها. وبالمناسبه الفوائد ديال القهوه تنقسم الى قسمين، 50% الرائحه ديالها و50% في المذاق ديالها، باش نكونوا هذه المساله مزيانه المستمعين يعرفوها. فكنبقاو الاكل بين الوجبات باش المستمعين يعرفوني علاش كنهضر. فافطرتي صافي، جي داك ال11 خذ الفواكه صافي، نجي نتغدى ناخذ الغداء واخا حتى لجوج واخا حتى لثلاثه واخا حتى لربعه واخا حتى نجي من الخدمه واخا حتى العصر. ما كاين الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاتو هديه ومن ضمن الهدايا جاه طبيب، وجا عنده الطبيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما كنت فيكم شهرا ولم ياتيني مريض. اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. حنا النهار كامل حنا كناكلوا واخا ما كيجيناش الجوع، كتشوف الانسان شبع وكلا الغداء وسهله، كيقول لك لا، كتقول له زيد تاكل، كيقول لك لا صافي. ومي كتجيب الفواكه اللي كيسميوها الدسير، بالمناسبه الفواكه ماشي هو الدسير، الفواكه هما لي فخوي، الدسير داخل فيهم الفلون، داخل الياغورت، داخل بزاف ديال الامور، كيقول لك لا اري نحلي، هذيك حلي فيها علامات استفهام. فهاد الاكل كل حاجه عندها الوقت ديالها. الله سبحانه قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نجي الفطور نفطر فطر مزيان، نستمتع بالاكل، نحيد التليفون، نحيد التلفازه، نحيد المواضيع اللي يعني تفسد عليا ديك اللحظه الجميله ديال الاكل، ونفطر مزيان. موراها نخرج للحياه. لقيت انا عاوتاني واحد الوقيته ناخذ فواكه مع داك ال11 11 ونص، نكمل عاوتاني في الحياه. من موراها نجي في الفطور في الغداء ديالي انايا ممكن يكون مع الجوج ونص، ما كاينش داك نتغدى مع الوحده ونص، هذه راه ما كايناش. كاينش في الجسم ديالنا، لان كل نهارك بوحده. والجميل اجمل الاشياء هو ان كل نهار بنهاره. ما كاينش شي نهار كيشبه لخوه. اكيد غتلقى راسك غير البلاصه فين مشيتي، فين تحركتي برجلك برجلك، الا درتي يعني السيركوي ديالك فداك النهار غتلقى راسك هذاك النهار كدير سيركوي، غدا كدير سيركوي، اليوم مشيتي قدرت الغرض عاد مشيتي للخدمه، غدا مشيتي للخدمه عاد مشيتي لهادي، دونك حتى نهار ما كيشبه لخوه. وبالتالي انا ما نقولش انا غنفطر مع الوحده ونص، علاش؟ لان المشاكل كيبدلوا لك لابيتي ديالك، شنو تعرضتي من 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 كنقصد انا بالتحرش، ماشي غير التحرش اللي كيعرفوه الناس، راه كاين تحرشات كثيره في الحياه اليوميه ديالنا، هذه كتبدل ميول الانسان للاكل. فتقدر تغدى حتى ثلاثه، تقدر تغدى حتى اربعه، نجلس انا الوقت نعطيه الغدا نعطيه وقته، نجلس نتغدى نستمتع بالاكل، نسد الملف ديالي نخرج للحياه عاوتاني، ونمشي حتى العشيه ونجي عاوتاني ونتعشى ونستعد لاجمل مرحله من بعد مراحل الاكل هي مرحله النوم. شو سبحان الله العظيم، لاحظوا ان الدريري مي كيتزاد كيعطينا درس مسار الحياه، الدراري ما كيتزادش كيدير كيغوت، هذاك شنو هو؟ الاكسجين دخل، حيت الطريقه باش كيتنفس بها في البطن الام ديالو ماشي ديك ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين، كان كيتنفس بواحد الطريقه ولا يتنفس بواحد الطريقه واحده اخرى، دخل هو. الناس دابا كيقولوا الاطفال عندهم ثقب في القلب، راه كلنا كنزادوا بثقب في القلب، كيتسمى له تخود وبوتان، كلنا اي انسان زاد بالثقب في القلب وكيتسد فيزيولوجيا واناتوميا، كيتزاد كيتسمى له تخود وبوتان، اللي ما تسدش هذا كيتسمى عنده ثقب في القلب. تنفس كيعطيك الطفل انك تنفس، خروج قلب على الهواء، قلب على الاكسجين مزيان، الانسان كيقلب راه الرزق راه فيه حتى الاكسجين، راه الحصه ديال الاكسجين، شوفوا في الايام الكورونا شحال ولات الحصه ديال الاكسجين، دابا انت كانسان عندك الاكسجين غراتوي، سير قلب عليه، هذا كيعطينا طفل كيعطينا رساله، كياخذ الاكسجين، من موراهاش كيدير؟ كيمشي يقلب على الثدي ديال الام ديالو، ها هي التغذيه. من مورا التغذيه اش كيدير؟ كينعس. طيب سواق شوية ناعس مع راسو، الفطرة عطاه الله سبحانه وتعالى 22 ساعة 23 ساعة كيناس، هذه هي مسار حياة أي إنسان، خصك تحافظ على هذا الشيء هذايا.
تحافظ على هذا الشيء هذا من مراعد كي كبير كي يتمشى خطوه بخطوه كي يحبوك هذه الخطوه يطيح وينوض ويطيح وينوض من يشوفوا هذا الانسان راه هو مسارك انت كانسان هكا عاوتاني اهتم بالصحه ديالك من مورا هذا الشيء هذايا كيكون عندنا النوم مي كتبقى انت فايق كتفرج شي فيلم كتفرج شي سلسله كتخدم شي ملفات كتخدم سي نورمال غادي ما كنقول سي نورمال في العقليه لان في العديد من الافلام العالميه كاين بعض افساد السلوكات الغذائيه ديالنا كيوريك واحد مع 3 الصباح جالس كيتفرج في شي فيلم ولا كي هادي وكياكل داير حداها شي وجبه وجالس كياكل هادشي هذا في حد ذاته راه مفسد للسلوكات الغذائيه وهذا السلوك هذا من اصعب السلوكات وتذكروا انني كنهضر على الغذاء الجيد فما بالك تاخذ لنا قلنا الغذاء الغير جيد هو السلوك لا يجب اننا نديروه سواء بين الوجبات ولا هذه فعافاكم حدد وقتك انت يا ميت نوض شوف مع راسك عندك لابيتي عندك الشهيه فطر نسدو ملف الفطور ديروا مثلا واحد فواكه مع 11 نسدو ملف نتغدى انا مع الجوج 3 3 ونص 4 حتى العصر ما كاينش مشكل ما نسد ما نبقى انا نفطر بين الوجبات كما كنقولوا حنا نقب من هنا ونقب من هنا دخلتي الكوزينه نقب دخلتي لا هذا خطر كبير على الصحه وعلى الانسولين وخاصه الجهاز الهرموني واهمهم الانسولين كيولي عندك البيك ديال الانسولين الانسولين ملي كيوقع له البيك كيعطي الجسم اشاره التخزين ماشي الحرق كيولي عندك زياده في الوزن لابيتي كتمشي لك يعني ما انت مثلا انت مقبله باقي لك قسم هي الوالده ديالك كتحط الغداء ومشيتي للكوزينه وبديتي هز وانت واقف هز ما عاد تحط الغداء كترى راسك انك خديتي داك الشيء هذاك افسد لك ديك شهوه الاكل وهذيك الجوده ديال شهوه الاكل فهكا كيكون عندنا دي زافونتاج كبيرين منهم اننا ملي كنجلسوا ناكلوا كنحسوا بالجوده وبالمذاق ديال هذاك الاكل هذاك فعافاكم هذه القاعده هذه وهذا السلوك هذا حبذا لو اننا ما نقوموش به من اجل اننا نحافظوا كنزيدوا ملي كنديروه كنزيدوا عبء على الاسره وكناخذوا هذا الاكل كيتسمى الاكل الاوتوماتيكي يعني كتاكل شي حاجه انت ما واعيش بها ودماغك ما حاسبهاش ونزيدكم واحد الحاجه اي حاجه كليتيها في وضعيه الوقوف جسمك ودماغك ما كيحسبهاش كتولي محسوبه عيب على المعده فقط اما دماغك ما كيحسبهاش دماغك كيحسب ملي كتكون جالس لان ملي كتكون واقف دماغك كيحسب لك الخطوات وكيحسب لك التوازن مع العضلات ما كيحسب لك شنو كتاكل داكشي علاش بغيتي تاكل جلس اون فوا كتجلس كتعطي اشاره لدماغك ان العضلات ترتاحوا ارانا سيدي نحسبوا شنو غتاكل هذا كيحسب الجسم ديالنا كيحسب السعرات الحراريه ادق من الانسان بواحد لا واحد الدقه لا تتصور فهادشي علاش عافاكم ناكلوا جالسين وقت الوجبه ما نحدوش ما نقيدوش راسنا بوقت الوجبه هاد الامور كامله كتكون كتعود بالنفع على الجهاز الهرموني ديالنا لاننا نجوع بهرمونات نفرح بهرمونات نشبع بهرمونات كنتقلقوا بهرمونات كنفرحوا بهرمونات كنتعاملوا بهرمونات المزاج ديالنا احنا حياه هرمونيه وجسم هرموني محض وبالتالي نحافظوا على هذه التوازنات الهرمونيه وتكون عندنا الحياه الصحيه بهذه الطريقه هذه مرحبا ومرحبا بك استاذي حنا اكيد لقاءنا مازال متواصل لا سمحتي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نستقبلوا اسئله المستمعين مرحبا. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.